لقاء جديد يجمعنا بكم وبرنامج صدى الأقلام، حيث نرصد فيه أبرز ما كتبت الأقلام في الصحف العراقية والعربية والعالمية، ولكن بعد جولة في أهم العناوين. في موقع الهيئة نت، 4 ملايين عراقي سيجبرون على النزوح من مناطقهم بسبب أزمة المياه، والدليل هو صحيفة بريطانية. في العرب اللندنية، الصراع على الحقائب الوزارية الأساسية يعرقل تشكيل الحكومة العراقية. في صحيفة المدى، عبد المهدي يعلن عن 22 درجة شاغرة لمنصب وزير في حكومته. في صحيفة القدس العربي، الحكومة الفلسطينية تشكل لجنة تحقيق في تسريب عقار تاريخي إلى جمعية استيطانية. في الشرق الأوسط، الحريري: إذا اعتذرت عن تشكيل الحكومة فلن أقبل التكليف مجددا. في صحيفة الحياة، الإضرابات في كل أقاليم إيران وكرج مدينة أشباح. وفي العربية الجديد، ترامب يقبل استقالة نيكي هيلي من منصبها في الأمم المتحدة. السلام عليكم. ليس أصدق مثالاً على بطلان العملية السياسية في العراق من عجزها عن التحرر من نظام المناوبة والتدوير ما بين استبدال موقع وتعيين في منصب، أو من بقائها قابعة داخل أطر المحاصصة التي تجعل كل إجراء تحت مسمى الديمقراطية المزعومة مجرد عبث لا قيمة له ولا أثر، تماماً كما انتهى إليه مصير الانتخابات الأخيرة التي ضجر الجدل نفسه من تداعياتها. جهاد بشير يرى في صحيفة البصائر أن المتتبع لمسار العملية السياسية في العراق لا يصعب عليه تشخيص مستوى الانحدار، وهو يتزايد بمرور الحكومات المتعاقبة. بينما يجد العراقيون أنفسهم على أعتاب الحكومة السابعة لمشروع الاحتلال، تتجلى عندهم الحقيقة أكثر من أي وقت مضى. فشل السياسيون السنة في تلبية الوعود التي رفعوها كذريعة ومبرر للدخول في العملية السياسية، كما باء نظراؤهم الشيعة والأكراد بالفشل في تحقيق ما زعموه لمكوناتهم التي أمست تعض أصابعها ندماً للتعبير عن مدى وحجم السخط عليهم. وفي الوقت الذي تتسيد المحاصصة وتتحكم بأدوات القرار السياسي، يفرض الرعاة تسمية رئيس الوزراء في إطار المداورة واستبدال الوجوه المكررة باختيار لص مجرب على أكثر من صعيد، بدءا من تاريخه الحافل بالمتناقضات الفكرية والسياسية وولاءاته المتعددة غير القائمة على مبدأ سوى قانون المصلحة، وانتهاء بكونه أحد الأوتاد التي اختارها الاحتلال الأمريكي ليبني عليها مشروعه. فغض الطرف عن أوضح وأكبر سرقة في تاريخ العراق المعاصر تورط بها في وضح النهار وعلى رؤوس الأشاد لتغدو نظرية المجرب لا يجرب التي روجتها المرجعية في وقت سابق، مجرد جملة عبثية لا قيمة لها ولا يلتفت إليها إلا في مساق التسقيط السياسي المؤهل لتغيير المواقع داخل المنظومة. الكاتب يقول إن الطريق نحو التغيير الحقيقي في العراق يبدأ من الإدراك التام بأن مشرعي المشاركة في العملية السياسية، لا سيما المرجعية، لا يمثلون لسلطان الاحتلال بشقيه المتناسقين الأمريكي والإيراني إلا ورقة تنصاع لها متى ما يريد، قبل أن يتخلى عنها بحسب مقتضى مصلحته، ليجعل من الخطاب الذي تتضمنه موطئ سخرية تهوي بمتبنيه إلى دركات الاستجداء والترقيع.
أي مواطن عراقي لا يحتاج أن يقرأ بتأني وتأمل خارطة الأزمات والمشكلات والمصائب والحوادث الفردية والجماعية والظواهر التي ما عادت غريبة على مجتمعنا، ليكتشف الخلل أو التباين والتباعد بين الطبقة السياسية المشغولة بتقاسم نعمة السلطة وامتيازات أحزابها ومنابع تمويلها ومصادر تخطيطها وخوفها أيضاً. وبين الشعب، حامد الجيلاني يقول في صحيفة العرب اللندنية، يقول إن العراق تحت حكم الأحزاب الطائفية أصبح قاعدة بيانات إجرامية من النقمة من القمة إلى القاع، حيث هرم السلطة المتخلف والمليء بالتناقضات والتناحر المخزي على مغانم مائدة السلطة. من سيأتي إلى حكم العراق لن يكون إلا خادماً مطيعاً للمشروع الإيراني، إن كان من التكنوقراط أو المستقلين أو من الأحزاب الطائفية ومحاور المتخاذلين. ومن هؤلاء من يريد أن يوصل لنا مبررات استسلامه للميليشيات تحت ذرائع حماية من تبقى من أهله، وإيجاد طريق لبناء المدن المدمرة وإزالة معسكرات الذل والخيانة في بلاد أصبح الاغتصاب فيها يستحق جائزة نوبل، بينما الذي تسبب بهدر شرف العراقيات يتسابق لإبراز مفاتن الأحزاب الطائفية في طريقها لاستلام السلطة، سلطة يرتفع صوتها مسبقاً بمطاردة المفسدين الملطخة أيديهم بدماء العراقيين، وغايات الاحتلال المزدوج في مصالحه وتخادمه بين من ما زالوا يراوحون في خدمة سادتهم ويطلعون علينا بأوراق سياسية غير مفاجئة عند الحاجة لشخوص أكثر دهاء وخبرة تم إعدادهم وترويضهم بصبر ليوم الاحتيال الأكبر الذي يتجاوز احتيال الكتلة الأكبر التي لم يعد لها من معنى عند شعب العراق سوى أنها كتلة صخرية قاسية لأقلية فاسدة ارتضت أن تلعب دور الدولة المغفلة التي تضحي بكل شيء من أجل شعبها وسلامته في مزايدات الإعلام، أما في كواليس الرعب فإنها تستبيح أعراضه وأمواله وغده واستقراره وحقه في الحياة. وبحسب الكاتب أن العراق لن ينهض ولو بمليارات مضافة من وارداته النفطية حتى لو انقلبت الدنيا بسياسيين وأصبحوا بين ليلة وضحاها ملائكة يخافون من الله، لأنهم ببساطة بلا مقود وخارج السيطرة. إنما أسس له الاحتلال خلال 15 سنة من الجرائم لا يمكن إزالته أو تهديمه، ولا بنصف قرن من غسل العار الذي ينبغي أن يبدأ بتربية أجيال جديدة تقوم على احترام مبادئ افتقدناها يوم تكالبت علينا قوى الاحتلال والنظم السياسية التي لا تعرف سوى مذلة تقبيل يد الآخرين التي تحمل مفاتيح الآخرة أو خزائن المال أو السلاح أو مفاتيح السجون. لا يحتاج الأمر إلى الشجاعة فقط بل إلى التشخيص السليم ليقال إن العراق في حاجة إلى إجراءات إصلاح خطيرة ومؤلمة تماماً، كما يحتاج المصاب بالسرطان إلى نظام علاج كيميائي كحل أخير غير مضمون النتائج. مشرق عباس يرى في صحيفة الحياة أن العراق الذي أصابه سرطان الفساد وتقاسم الشركات السياسية والميليشيات والمنتفعين والوصوليين والترهل الوظيفي يحتاج إلى شجاعة اعتراف وتقدير موقف عاجل ورؤية علاج شاملة يقودها حكماء لمنع السرطان أولاً من الانتشار واجتثاثه كمرحلة ثانية. على ذلك لا يغدو تغيير الوزراء والرؤساء والبرلمان حلاً إذا لم يقترن بشكل فعلي باستعداد عام لسلوك طريق العلاج الصعب والمؤلم والذي يتضمن إعادة صوغ هيكلية الدولة بالكامل بما يسمح بترشيق كادرها الوظيفي المترهل نحو 3 ملايين موظف وإلغاء وزارات وهيئات ومديريات فائضة أصبحت مجرد باب لاستنزاف الموازنة وطرد الموظفين والمستشارين الفضائيين الذين قبلوا على أنفسهم استحصال مرتبات من دون تقديم خدمة فعلية. لن تكون حقنة كيماوي عاجلة بل كورس علاج كامل، من ضمن تبعاته سقوط شعر الرأس
وتحمل ألم أعضاء الجسد وتقبل الاصفرار والوصول إلى حافة الانهيار. لا سلسلة خيارات أمام السرطان، فإما أن تقتله وتحرص على عدم ظهوره مرة أخرى مستعينا بأحدث ما وصلت إليه العلوم الحديثة وتكنولوجيا العلاج والاستعداد النفسي للمقاومة، أو يقضي عليك مهما حاولت الادعاء بأنك مصاب بالإنفلونزا. على عبد المهدي أن يحمل ورقة استقالته فعلا ولا يعرضها عندما يزعل أو يغضب أو يتعرض للضغوط، أو تتم مواجهته بالحقائق المرة، بل عليه أن يعرض أولا كل الحلول المؤلمة التي يحتاجها العراق. الكاتب يرى أن بلادنا قد نخرها السرطان وهو لم يعد مرضا ميؤوسا منه، لكن العلاج في حاجة إلى الإيمان والإقدام، لا اليأس ولا التغاضي ولا التحذق السياسي ولا نبش تاريخ السحر والشعوذة. بحثا عن الأمل، العراقيون عليهم أن يصنعوا أملهم بأنفسهم ويسيروا معا في الرحلة الصعبة، فقد كانوا فعلوها لقرون طويلة سبقت. اختار رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي أن يبدأ عاده بخطوة تثير الضحك والاستياء في نفس الوقت، فقد دعا العراقيين الراغبين لأن يصبحوا وزراء إلى التقديم على مناصب الوزراء على موقع إلكتروني رسمي. رافد جبوري يرى في صحيفة الزمان أن هذه بداية ليست موفقة لعادل عبد المهدي مع الرأي العام العراقي الذي ظهرت منه في السنوات الأخيرة دلائل لا تخفى على حجم الغضب والاستياء من الطبقة السياسية وأدائها. هناك قلة أو ربما انعدام في الثقة من طرف الجمهور بالطبقة السياسية، وهذا أمر لا يخفى على المراقب، كما أن أسبابه معلومة أيضا. من الواضح أن الرئيس المكلف يحتاج إلى تقييم صحيح للوضع وفهم لحجم النقمة الشعبية التي تفجرت على شكل مظاهرات في البصرة وغيرها، ومقاطعة واسعة للانتخابات، ومستوى كبير من الإحباط واليأس عند كثير من المثقفين والناشطين. بعد هذا الفهم سيحتاج الاستراتيجية واضحة للقيادة. تحول إعلان عبد المهدي للمناصب الوزارية بسرعة إلى نكتة مريرة يتناقلها العراقيون. لقد وضع الرجل نفسه في زاوية غريبة حتى قبل أن يبدأ عهده. عليه الآن أن يثبت مصداقيته في قضية هي الأعقد، إذ يعرف هو جيدا كواحد من قادة العملية السياسية أن الأحزاب المهيمنة على السلطة تسيطر على أبسط الوظائف والتعيينات، فكيف بالوزارات والمناصب؟ لن يحظى عادل عبد المهدي بأي شيء من ذلك، فقد تم اختياره للمنصب من أجل أن يقوم بما فشل فيه العبادي، وتحديدا في ملفات إصلاح الأداء الحكومي ومحاربة الفساد، وتلك معارك أصعب من المعارك العسكرية، ولن ينفع فيها لا الإسناد الأمريكي ولا التفاهم مع إيران. الكاتب يختتم مقاله بالقول إن عبد المهدي اختار بداية صعبة، لذلك سيكون عليه إصلاحها وإصلاح طريقته في التفكير والإدارة إن أراد أن يصلح ما هو أبعد من ذلك. أما الوزراء فسيتحمل مسؤولية أدائهم مهما كانت طريقة اختياره لهم، إلا إذا أراد الاستمرار في النهج الذي سار عليه من سبقه في رئاسة الوزراء في لوم القوى السياسية والتحجج بأنه لا يحكم لوحده. ذكرت صحيفة ذا سن البريطانية أن مسؤولي الأمن البريطانيين أخبروا رئيسة الوزراء تيريزا ماي أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يريد تحويل ليبيا التي مزقتها الحرب إلى سوريا جديدة. ويشير التقرير إلى أن روسيا تقوم بنقل القوات والصواريخ إلى ليبيا في محاولة منه لخنق أوروبا، لافتا إلى أن سيطرة روسيا على أهم المعابر غير الشرعية للمهاجرين تعد الهدف الرئيس لموسكو. الصحيفة تكشف أن عدداً من الضباط العسكريين من وحدة المخابرات الروسية بالإضافة إلى عناصر من القوات الخاصة سبيستناز يعملون الآن في شرق ليبيا، الذين أرسلوا مبدئياً للقيام بمهام التدريب والتنسيق.
ويلفت التقرير إلى أن هناك قاعدتين عسكريتين في طبروك وبنغازي، وذلك تحت غطاء شركة التعهدات الأمنية واغنر التي أقامت نقاطاً عسكرية لها في ليبيا. وترى الصحيفة أن بوتين يتعامل مع ليبيا على أنها سوريا جديدة، وهدفه السيطرة على المناطق الساحلية، ما يؤدي إلى موجة جديدة من المهاجرين، مشيرة إلى أن الكرملين دعم أمير الحرب خليفة حفتر وقدم له المعدات الثقيلة والجنود، حيث يسيطر على معظم شرق ليبيا. وينقل التقرير عن مسؤول في الحكومة البريطانية قوله إنه لو سيطرت موسكو على الشاطئ الليبي فإنها ستفتح موجات الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا مثل صنبور المياه. وأضاف المصدر أن ما يعمله بوتين في ليبيا هو نسخة طبق الأصل عما قام به في شبه جزيرة القرم وسوريا، مشيرا إلى أن بوتين يرى المناطق غير المحكومة ويحاول استخدامها للحد الأقصى ضد الغرب. والحقيقة هي أننا عرضة للخطر من جانب الهجرة والنفط. وتنقل الصحيفة عن رئيس اللجنة المختارة لشؤون الخارجية في مجلس العموم البريطاني توم توكيندات قوله إنه من المثير للقلق البالغ هو محاولات روسيا فتح جبهة جديدة ضد الغرب في ليبيا، لكن هذا لا يثير الدهشة. وتختم الصحيفة تقريرها بالإشارة إلى قول توكيندات إن الروس سيقومون دون شك باستغلال خطوط المهاجرين من إفريقيا، ونحن بحاجة لرد حكومي منسق، لأن الوضع غير المستقر في دول الساحل والصحراء مرتبط بشكل وثيق بالأمن القومي البريطاني. يقول المنطق إن ليس أمام إيران سوى إعادة التفاوض مع الإدارة الأمريكية في شأن ملفها النووي، وما هو أهم من ملفها النووي أن يدعو وزير الخارجية محمد جواد ظريف إلى خطوة في هذا الاتجاه، يعتبر إشارة في غاية الإيجابية وبداية تصالح مع الواقع، اللهم إلا إذا كان في الأمر مناورة تستهدف كسب الوقت فقط. خير الله خير الله يرى في صحيفة المستقبل اللبنانية أن الأهم من موضوع الملف النووي وإعادة التفاوض في شأنه يظل هو السلوك الإيراني خارج إيران، أي المشروع التوسعي الذي تحاول إيران حمايته عبر تطوير الصواريخ البالستية. يبدو واضحا أن إيران بدأت تشعر بأن إدارة ترامب في غاية الجدية، الدليل على ذلك أنها تركز على الاقتصاد الإيراني وعلى عصب هذا الاقتصاد الذي هو النفط. يمكن القول أن إدارة ترامب تساهلت مع إيران في العراق، سمحت لها بتسجيل نقاط هناك، خصوصا عندما فرضت استبعاد حيدر العبادي عن موقع رئيس الوزراء. لكن إيران تعرف في نهاية المطاف أن نقل المعركة إلى الاقتصاد هو بمثابة نقل لها إلى الداخل الإيراني، فإيران سعت دائما إلى خوض معاركها خارج أرضها، لذلك تعتبر المتاجرة بالقضية الفلسطينية والقدس من أهم الإنجازات التي حققتها. هل كلام جواد ظريف عن استعداد إيران لإعادة التفاوض مع الإدارة الأمريكية وفق شروط محددة يعني أن إيران اتخذت قراراً نهائياً بالتصالح مع الواقع؟ من الباكر الإجابة عن هذا السؤال، خصوصاً أن المرشد علي خامنئي ما زال يردد كلاماً عن تهوين من يريد التفاوض مع الأمريكيين، لكن النظام في إيران يلعب عادةً على حصانين مختلفين، يلعب على حصان التعبئة الداخلية في مواجهة الاستكبار العالمي وعلى قنوات التفاوض مع هذا الشيطان الأكبر. من المستبعد أن تكون إيران حسمت أمرها في موضوع التصالح مع الواقع من يتمعن في السلوك الإيراني منذ عام 1979، يكتشف أن المحاولات ستستمر من أجل متابعة لعبة الهرب إلى الأمام. فإيران ستحاول مرة أخرى الرهان على الانتخابات الأمريكية الشهر المقبل الذي سيكون في غاية الأهمية بالنسبة إلى معرفة هل ستقبل إيران أخيراً فكرة أن عليها الاهتمام بشعبها ومشاكلها الداخلية أولاً وأخيراً، مع ما يعنيه ذلك من تصالح مع الواقع.
ذكرت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في إمارة دبي أنه سيتم تدشين مشروع جديد اليوم الأربعاء يتيح للمسافرين النزول بمطار دبي دون الحاجة لجواز السفر ودون المرور بموظف الجوازات. ونقلت صحيفة القدس العربية عن الإدارة قولها إن المشروع الذكي الجديد يهدف إلى تسهيل وتسريع عملية مرور المسافرين عبر مطار دبي في ثوان معدودات دون الحاجة إلى استخدام جواز سفر أو هوية أو أي وثائق، وذلك من خلال إدخال بيانات المسافر بشكل دقيق بالاعتماد على بصمتي الوجه والعين. وتأتي هذه التجارب في إطار تسهيل إجراءات المسافر عبر المطارات، ويعد مطار دبي الدولي الأكثر استقبالاً في العالم للمسافرين الدوليين، وقد وصلت حركة المرور في عام 2017 وفقاً للتقرير إلى أكثر من 88 مليون مسافر عبر المطار، أي أكثر بنسبة 5.5% من العام 2016، حيث استقبل مطار دبي أكثر من 83 مليون مسافر. الرسوم الكاريكاتورية لها أسلوبها الخاص في وصف الأحداث حول العالم. نلقاكم بإذن الله.